ميغال اعلى من الكل، كان عم ياخذ الديفنسيف ريباوند وعم يطلب الفاست بريك، وصل لعند امير بالاوبن شوت. يا امير يا امير، رائع جدا امير سعود، فاز كثير منيح بهالمباراه. دائما مان تو مان ديفنس من الرياضي، لكن فريدي عم يقدر ياخذ شوطه وعم يسجل ممتاز جدا. فريدي لي نيكولز الامريكي عم يقدر يسجل نقطة. امير سعود، امير بيستفيد من سبين هايك، هايك عم يستلم هو يلي بياخذ المحاولة من بار. هايك كيوكشن از اون فاير بالارك، عن الارك عم بيسجل 3 بوست محضر الثالث، هو الافضل من دون شك مع انطلاق الربع الثالث. محمود التراب على اللو بوست بيبرم وبيسجل، جميله جدا السله للاعب السوري محمود التراب، اصبح رصيده 7 نقاط افضل. وائل عرقجي، وائل وائل لبرا من جديد لعند هايك، دائما عم لاقوا هايك بالاوتسايد جيم، ودائما داريان تومس عم لاقي صعوبه بالانسايد جيم بمواجهه ابراهيم توماس، فعم بيسجل مره جديده. التيب داريان تومس مصر، داريان تومس اصرارك شو حلو يا داريان تومس، بطل الكوارتر الرابع هو داريان تومس.